شنو غادي نقول لك؟ لان الاستاذ احمد طيب العيش استاذي ومعلمي، وتجربتي معاه كانت تقريبا واحد 20 سنه ديال الممارسه اللي اشتغلت معاه في جميع المسرحيات اللي كتب، كلهم كنت كان عندي مشاركه فيهم. سي احمد طيب العلج هو مرجع من ناحيه ديال المسرحيه ومفكر كبير، قولوها وارددها. استاذ فقدنا هرم من هرمات هذا البلد. استاذ احمد طيب العلج هو الاب الروحي، هو المعلم، هو الاستاذ بالنسبه لي انا، وانا مدين له لانه هو اللي حطني فوق السكه صحيحه، وهو اللي زودني بالنصائح ديالو في البدايه ديالي، وخذ بيدي وعاونني. فحتى من ناحيه الكتابه المسرحيه علمني طريقه الكتابه وتقنيات الكتابه، وكل ما يمكن يقول على سي احمد الطيب العلج هو قليل في حقه، لانني اللي داكشي اللي يمكن نقول عليه خصو مجلدات، انه حقيقه كان تحفه نادره. كان فيه الرجل الطيب، الرجل الكريم، الرجل المستقيم، الرجل الذي يحب الخير للجميع، رحمه الله والله يلحقنا بالمسلمين. ونتمناو العائله ديالو الصغيره والعائله ديالو الكبيره من الفنانين والعائله ديالو والجمهور ديالو انهم رزقهم الله الصبر والسلوان، وانا لله وراجعون. شكرا. اولا اغتنم هذه الفرصه لتقدم لكم بالشكر على اولا اتاحتي هذه الفرصه للتعبير عن عازي الحاره للعائله ديال السي احمد طيب العلج الصغيره، وعازي كذلك باسم الائتلاف المغربي للثقافه والفنون كل العائله الكبيره ديالو ديال الفن. اليوم يفقد المغرب هرم كبير من اهرام الفن المغربي، خصوصا في القطاع المسرحي. افتقدنا فيه بطبيعه الحال دراماتورج كبير، لانه من علامات ومميزات الكاتب الكبير ان اعماله صالحه لكل زمان، مع بعض تعديلات طفيفه تاخذ اي مسرحيه من مسرحياته، سواء كانت كتابه او تاليف او اقتباس، فإن تتلقى صالحه لكل مكان وزمان. فبالاضافه الى هذه الاشياء اللي اعطى، اللي كنقولوا اعطى بوفره كبيره جدا كبيره جدا، كذلك اغنى الساحه الموسيقيه بقطاع موسيقي، بقطاع بقصائد رائعه جدا لا زالت نتذكر له الاسهامات ديالو المميزه في هذا الاطار، مع كثير من الملحنين اللي تهما قضاهم نحبهم، امثال راشد الله يرحمه، امثال اسماعيل حماد، امثال واحد العدد ديال الفنانين اللي التحقوا برفيق الاعلى. ونتمنى له بهذه المناسبه الرحمه والمغفره والرضوان، وسنظل نتذكر احمد الطيب العلج، سيظل التاريخ يذكر احمد الطيب العلج، لانه اعمال الفنان لا تموت. شكرا.